ازمتنا الاقتصاديه راكبه معاهم جايه معاهم من اول يوم قرروا في ان هم ياخدوا ويغتصبوا السلطه بالقوه العسكريه ويخضعوا الشعب المصري الابي الكريم بالسلطه الجبريه والقمع والقتل والسجون فالموضوع ما هوش حاجه جايه عليهم ده الموضوع جاي منيهم جاي منيهم اه والله جاي منيهم الازمة الاقتصادية جاية من عنديهم من جوه وبالتالي لما رئيس الجمهورية يقف قدام العساكر ويقول الكلمتين دول طبعا انا وانت والعساكر والزباط والراجل اللي كان بيصورهم كل دول عارفين انه دي حاجة العساكر متدربين عليها بقالهم مثلا شهرين ونص على ثلاث اربع كلمات اللي دول لكن هو ليه اصلا احتاج عبد الفتاح السيسي ان يقف امام الجنود ويقولهم الكلمتين دول ويتصور هنا بقى الموضوع لانه اصبح يحس بشكل كبير انه شرعيته الوحيدة لم تعد في الشارع وانما في المعسكر هو العسكري ماله بمال الاقتصاد والعسكري بيروح يقدم الخدمه ويقعد بعيد عن بيتهم لا بيشتري حاجه ولا بيبيع حاجه ولا له في الدولار ولا في البتاع بيطلع عينه من الفجريه لغايه بالليل ثم تطلع عينه تانية ويوم ياخد اجازه 10 ايام يبقى خلاص خلص الموضوع ليه عبد الفتاح السيسي بيوجه خطابه للعساكر ليه لانه دول مصدره للشرعيه عشان كده هو ربط ما بين طبعا كل الكلام ده بيبقى مكتوب مسبقا ومخطط ليه وتم التفكير فيه هقرروا الرابط ما بين الحرب على الارهاب والوضع الاقتصادي قال يعني عايز يقول لك يا حاجه عايز يقول لك يا استاذه يا دكتوره يا بش مهندس يا حاج عايز يقول لحضراتكم جميعا انه بما ان أنا نجحت في عشر سنين في القضاء على الارهاب فان شاء الله هنجح في حل الازمه الاقتصاديه طب معايا مين مش معاه بقى رجال الاعمال والبزنس مان والمستثمرين والدولارات بقى والشولة لا مع العساكر بمدافعهم <applause> ومنذ متى حلت العساكر والمدافع الازمات الاقتصاديه يا عبد الفتاح يا سيسي من امتى يا استاذنا من امتى يا باشا لم يحدث في التاريخ انه في عساكر سواء كنا كاتبين لهم السكريبت او بيقولوا من دماغهم فعلا حلوا الأزمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية لا تحتاج إلى رصاص ولا لمدرعات ولا لكابات واستراتيجيات عسكرية الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى مناخ حر إلى دولة ديمقراطية حقيقية إلى حرية تفكير وتعبير وبالتأكيد وبالتأكيد إلى محاسبة وشفافية لما قارن لك أو لما قرر لحضراتكم مسلسلات رمضان اللي ما بقتش عجبك أنت كسبون رئيسي للدولة الدولة عايزاك تقعد قدام المسلسلات دي هي تقول للكاتب فالكاتب يكتب يخش هو والمخرج على البلاتو يمثله فانت تقعد تتلقى فقط في رمضان تستمتع وتتلقى حتى دي فشلوا فيها بفلوس مين بفلوس حضرتك بفلوس حضراتكم كزبائن راسيين واوليين وطبيعيين للنوع ده من التجاره او للنوع ده من المنتجات للدراما لكن النتيجه الوحيده والحقيقيه انه حتى دي انت مش مبسوط بيها <applause> طب هيحلوا الازمه الاقتصاديه ازاي يا حاج ده مش عارفين يعملوا مسلسل في رمضان <applause> هيحلوا الازمه الاقتصاديه بالعساكر ده لو قعد العساكر دول جريوا من 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 رشيد لغايه شرق العوينات تحت ورا الازمه الاقتصاديه مش هيلحقوها برضو انا قلقان انه انه الجريه دي يقولوا لهم اجروا ورا الدولار يا ولا فيجري العسكري لكن للاسف الشديد الدولار في البنوك وليس في الصحاري والسكنات. الدولار يحتاج اقتصاديين، وعبد الفتاح السيسي ما الاقتصاديين، ليه؟ لأن الاقتصاد لغة أرقام والأرقام لا تكذب، عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي يريد من يكذب عليه ومن أجله. تعالوا نروح نشوف بسرعة كده الزيارة أو تعليق نيويورك تايمز على زيارة عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي ذهب فيها عبد الفتاح السيسي في أه مش عارف اقول ايه في لا عارف اقول ايه بس يعني مش عارف اقولها لكم ازاي ذهب <applause> <applause> عبد الفتاح السيسي في الطيارة الصغنططة خد بالك رئاسة الجمهورية بأوراق رسمية مصرية موثقة عندها 23 طيارة خاصة تركه عبد الفتاح السيسي ثم اشترى ست طيارات ثم اشترى اربع طيارات ثم اشترى سيده السماء بنص مليار دولار فبقى الكلام كتير بقى يعني انا شخصيا مره طلعت وقلت مش معقول رايح تشحت وانت يعني رايح تقابل رؤساء العالم وتشحت منهم وتاخد منهم فلوس لهم ونبي سلفوني وانت راكب احسن طياره فيهم يعني مساله غير منطقيه بالمره فاعتقد ان هناك من التقط هذه الفكره فقرر ان يرسل عبد الفتاح السيسي في الطياره الصغنونه اللي هي مثلا يعني اي رجل اعمال مصري كبير يعني شويه عنده عنده طياره زيها لكن الطياره الصغنونه دي جاءت باحلام صغنونه برضو هتسمع كتير في الايام او في النهارده وبكره يعني عن المناقشات الاقليميه ما بين عبد الفتاح السيسي والتغيرات الاقليميه الدوليه دي دي الجمله كده اللي دايما بيكتبوها اكلاشيه يعني التغي... ناقش عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان التغيرات الإقليمية والدولية الخاصة بهم ده العنوان تمام وهيقول طبعا عايزين طال عمرك عايزين أي حاجة نمشي بها البلد خد بالك هو أصلا ليهم فلوس عندنا في الكودايع الرئيسية في البنك المركزي المصري غالبا واحده من الحاجات الاساسيه اللي يبقى عايز يحققها عبد الفتاح السيسي من هذه الزياره ان السعوديه ما نصحش الصبح كلنا نكتشف ان السعوديه بتطالب ان احنا نرجع لهم الفلوس ليه يعني مش موجوده اصلا احنا صارفينها يعني موجودة على الورق بس طيب امال ايه الحاجه التانية? لو في نفحة. يبقى كويس ملياراية مليارتين ثلاثه خمسه عشان رمضان